طيب الآلية التطبيق للضمان يعني قسمتوها إلى 3 مراحل دكتور. هي المرحلة الإلزامية مثل ما ذكرنا تشمل كافة موظفي الدولة، بعدين اختيار بالنسبة للمتقاعدين. البطاقة حين منحها إلى الأسر، يعني إلى موظف متقاعد أو حتى الأسر الفقيرة. احنا ذكرنا أن الأسر الفقيرة راح يتم تأمينها 100% من الدولة. الخدمة الطبية راح تتقدم بعد 6 أشهر، زين في حالات يعني مزمنة، أمراض مزمنة، شلون بعد 6 أشهر إذا هو ديركت يكسب الوقت؟ لا عفوا، هذه قد تكون مفهومة بشكل يعني مغلوط فهمها بالقانون. ايه؟ تقديم الخدمة بعد 6 أشهر من تاريخ تسجيل. بالمناسبة هذه الفقرة أساسا ألغتها المحكمة الاتحادية، كانت المقصود بها أنه مثلا لأنه كان في توقيتات لتنفيذ المشروع، فكان بالقانون أنه 6 أشهر الأولى من عمل أو من البدء بالمشروع هي 6 أشهر خاصة بالتسجيل، وبعدها تبدأ مرحلة تقديم الخدمة على اعتبار أنه عدد الموظفين كبير ويحتاج عملية كبيرة لخلق قاعدة البيانات، تسجيلهم وطباعة البطاقات، ومن ثم تتم عملية تقديم الخدمات. فكان المقصود بها أنه 6 أشهر بعد عملية التسجيل يتم تقديم الخدمات ويتم عملية الاستقطاع وغيرها. بالضبط بالضبط. أولا أنه الضمان الصحي مثل ما قلنا أنه راح، هي الفكرة لأنه الكل غير مقتنع عن الجودة الخدمات الصحية اللي موجودة بأغلب المستشفيات، فبالتالي جاء الضمان الصحي ليأخذ جزء من هذه المستشفى اللي هو الأجنحة الخاصة وتقديم الخدمات فيها، باعتبار أنه تكون نوعية أكثر من القطاع العام بشكل كامل. إضافة إلى ذلك ممكن أن ستقدم الخدمات في القطاع الخاص، الإضافة إلى موضوعة الوصفة، وهذا اللي تكلمنا عن السياسة الدوائية اللي راح يغيرها الضمان الصحي، أنه راح يكون هنالك وصفة إلكترونية بالكامل، وإضافة إلى أنه راح يكون تسعير الدواء راح تكون تسعيرة موحدة، وجود الدواء الآمن والفعال ضمن المنظومة الدوائية أيضا هذا راح يساهم بشكل كبير. موضوع الرقابة على الصيدليات والتفتيش على الصيدليات، أيضا مديرية الرقابة والتدقيق وضعت معايير خاصة للتدقيق الطبي وللمراقبة أو الرقابة بشكل كامل. أولا النظام الإلكتروني سيوفر بشكل كبير على مبدأ السيطرة، راح يقضي على الفساد، الرقابة على هذا الموضوع راح يقضي بالتأكيد إذا نتكلم على الأطباء، البعض من الأطباء أو الصيادلة أو غيرها.